السلام عليكم. ان شاء الله اليوم هنرسم منظر طبيعي سهل جدا للجميع، كل الناس تقدر ترسم هذا المنظر الطبيعي السهل الرائع اللي هيعجب حضراتكم باذن الله تعالى، ولكن هنتكلم من خلال هذا المنظر على اكتر من معلومة. لكن خلينا نقول احنا بنعمل ايه الان. الان احنا بنبل المساحة اللي احنا هنرسم فيها السماء، بنبلها كلها بالمية كده، حط الفرشة في المية ونفرش المية بالفرشاة في المساحة اللي احنا هنرسم فيها السماء هكذا. اللون البنفسجي او الموف بناخد قليل منه على اللون الازرق ده. دي طريقة يعني للناس المبتدأ، حاول تشتغل بالطريقة دي علشان توصل لنتيجة كويسة. اهو بنخلط البنفسجي مع الازرق مع الابيض هكذا، بنوصل لدرجة اللون الجميلة اللي حضرتك شايفها دي. وجرب وقول لي في التعليقات انت ايه النتيجة اللي انت وصلت لها. طبعا المساحة دي مشبعة بالماء، وبالتالي هتلاقي اللون هيديك الشكل ده الشفاف ده، اهو يدوبك كده بتملى. شوف في كل الاتجاهات، خطوط افقية، خطوط رأسية، براحتك. دي اول مرحلة. يبقى بنبل الفرشة مية وبنمسح المساحة اللي احنا نشتغل فيها السماء بالمية بالفرشة كده، بعد كده بنشبعها باللون اللي احنا كوناه من الموف والبنفسجي والازرق والابيض هكذا. ثم ايه، اجيب حبة ابيض على نفس اللون اللي في الفرشة وابدأ رايح جاي زي ما حضرتك شايف كده، تبدأ تلاقي المساحة لون السماء اصبح بهذا الشكل الجميل. طب اسيبه كده؟ لا، اخد حبة موف بسيطة فوق خالص هناك وابدأ ادي درجة لون غامقة خفيفة كده. شوف هتلاقي الفرشة بتعمل دمج للون بطريقة رائعة، وقد تكون دي الطريقة الاولى لاول مرة انك انت تدمج اللون بالشكل ده. شوف ايه اللي بخلي اللون يندمج بهذا الشكل، الخلفية اللي انت عملتها من المية، القماش مشبع مية او اللوحة مساحة السماء هنا مشبع مية، وبالتالي اللون اتجد ان الفرشاة بتفرش الالوان بطريقة سهلة جدا، بيحصل دمج للالوان بطريقة سهلة جدا. اهو بنحاول ندي اضاءة خفيفة عند خط الافق ولون غامق من فوق، ويبقى فيه تدرج في لون السماء زي ما بنشرح الكلام ده في فيديوهاتنا كلها، لكن انا بركز هنا في ان دي طريقة مختلفة شوية في حتة ان انا بدأت بالمية وبعد كده بدأت افرش الالوان بهذا الشكل. شوف نبدأ بقى ندي ضربات خفيفة قوي، هتلاقي الفرشة كده بتديك تأثيرات سحاب رائعة. مجرد انك انت تحرك الفرشة بهذا الشكل هتحصل على تأثيرات سحاب رائعة بدون اي تعقيدات وبدون اي مشاكل خالص. اهو هل هذا صعب؟ انا بسأل حضرتك وبسأل حضرتك يا من تشاهدون الفيديو الآن، هل هذا صعب؟ سهل جدا، لكن كل اللي عليك انك تنفذ بنفسك، خد المعلومة وجربها واحكم على النتيجة في الآخر. اهو حصلنا على جو صيف رائع، سماء صيف رائعة بالشكل ده. انتهينا من رسم السماء ونبدأ ان شاء الله في رسم المساحات الخضراء. ركز يا فنان وركز يا فنانة، نحضر الاخضر الفاتح والاصفر الليموني والقليل من الاسود. ليه؟ علشان نبدأ نرسم المساحات الخضراء والاشجار. حضرتك لاحظ ان انا مخطط اللوحة بخطوط بالقلم الرصاص، الخطوط الرأسية في اللوحة وهشاولك عليها حالا، دي بتمثل لي اي ارتفاعات في اللوحة. اي منظر طبيعي بيكون فيه انحدارات وارتفاعات، فالارتفاعات هنا بتمثلها الخطوط اللي هي ايه اللي بشاورلك عليه، الخطوط الرأسية. ممكن تكون جبال، ممكن تكون اشجار، فاحنا في المنظر الطبيعي اليوم الخطوط الرأسية دي هنحولها لاشجار هكذا. هنا انا بقول لك ازاي تتعلم او تعلم ازاي تدق الاشجار البعيدة بسن الفرشة ضربات خفيفة جدا بدرجة اللون اللي خلطناها ما بين الاصفر والاخضر وحبة الاسود، تبدأ تدق هذه الاشجار هكذا، وكل ما بتنزل للعمق كل ما حجم الاشجار يصغر. لاحظ بقى الخطوط الرأسية التانية دي، ادي خط 2-3، دول ثلاثة اشجار مرتفعة هيكونوا جهة اليسار. هنا نتعلم برضو ازاي ندق الاشجار المرتفعة ولكن القريبة. ادي الشجرة الاولى، شوف ابدأ اضيف كده سنة الاسود على الاخضر والاصفر عشان تديني درجة زيتي كده. هنتكلم في كل شيء بالتفصيل طبعا، ولكن بداية نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة العالمين. وكالعادة بطلب من حضراتكم وضع لايك أسفل الفيديو دعما لنا كي نستمر،
واشتراك في القناة لو حضرتك أول مرة زورنا في القناة. يسعدني اشتراك حضرتك في القناة وتفعيلك لزر الجرس حتى يصلك كل جديد. بالشكل اللي حضرتك شايفه ده بنتعلم هنا ازاي ندق الأشجار المرتفعة القريبة. بنبدأ بنزود اللون الأسود على الزيت كده علشان يديني العتمة اللي هي موجودة داخل الأشجار. هكذا دايما في الأشجار من أسفل بتزود اللون الأسود شوية على الأخضر علشان الضوء بيكون يعني ايه بيكون قليل قوي في المناطق اللي هي أسفل الأشجار، لكن الظل بيكون قوي. يعني شايف حضرتك بزود الأسود هنا اهو، ركزوا في الحتة دي، الجزئية دي مهمة جدا. شوف زودت أسود على الأخضر اهو علشان الأشجار هنا فيها ظل قوي في المنطقة دي. المساحة اللي هي في النص في خط الأفق بين اليمين والشمال ده، شايف المساحة اللي في النص دي، هنرسم فيها جبل بسيط خفيف خالص كده باللون الأزرق مع الأسود مضاف إليهم القليل من اللون الأبيض. جبل بسيط بألوان بسيطة جدا، بنديله ظل من أسفل وضوء من أعلى. شوف هكذا الجبل طبعا هنا يا شباب جبل بعيد على مسافة بعيدة جدا، لك أن تتخيل أن هذا الجبل على مسافة بعيدة جدا، مجرد خلفية أنت بتحطها في المنظر الطبيعي للأشجار بتاعتك أهو. لاحظ كده. بعد كده طبعا بنرسم الطريق بهذا الشكل أهو. طبعا الخطوط اللي حضرتك شايفها دي بتمثل لي بعد، بتمثل لي عمق، علشان كده بنسميها خطوط بعدية. من خلال هذه الخطوط البعدية بنقدر نشغل حاجة زي الطريق. يبقى عندنا خط افق او خطوط افقية كلها بتكون متوازية، وايضا الخطوط الرأسية بتكون كلها متوازية. اما الخطوط البعدية لازم بتلتقي في نقطة، بتسمي هذه النقطة نقطة التلاشي. الكلام ده شرحناه كتير قبل كده، ولكن انا باكد عليه اقول للناس اللي داخل الاول مرة. عندنا خطوط افقية في المنظر الطبيعي، اي خطوط افقية في المنظر الطبيعي لازم كلها تكون متوازية، لا تلتقي في نقطة ابدا. كذلك الخطوط الرأسية بتكون كلها عمودية وبتكون كلها متوازية مع اختلاف حجمها، تمام. لكن الخطوط اللي حضرتك شايفها شغالين فيها حاليا دي اسمها خطوط بعدية. ليه؟ لانها بتمثل لي البعد والعمق والمسافة اللي داخل الصورة. من صفتها ان هي كلها تلتقي في نقطة واحدة، بتتقاطع في نقطة واحدة، هذه النقطة اللي هي نقطة التلاشي. نقطة ايه؟ التلاشي، تمام، اللي هي ابعد نقطة في الصورة. هل ممكن يكون عندنا اكتر من نقطة تلاشي في المنظر الطبيعي؟ ايوة ممكن يكون عندنا اكتر من نقطة تلاشي في المنظر الطبيعي، عندنا الاف الخطوط من الخطوط البعدية، تمام. نرجع لموضوعنا ونقول احنا حطينا الوان مبدئية للطريق، وبنبدأ نشغل المساحة مساحة الزرع او المساحة الخضراء اللي على اليمين دي بهذا الشكل. بدأت باللون الاصفر الكناري صريح، وببدأ انور كده، شايف المنطقة دي بين الاشجار، بديها برضو الضوء بتاعها كامتداد للارض للمساحة دي، مساحة الزرع دي، ولكن ده لون اصفر يا فنان. ايوة لون اصفر، شوف هبدأ اخلط معاه اللون قليل من اللون الاخضر، هو بدأ يخلط مع الاصفر وحبة لون من البني كده تبدأ تخش مع الاصفر والاخضر. ليه كل ده؟ لان انا هنا من خلال المساحة دي بوزع ضوء الشمس، المساحة دي معرضة لضوء الشمس مباشرة، وبالتالي حضرتك هتبدأ تديها الالوان الجميلة دي اللي هي ما بين الاصفر والاخضر والبني، تاخد هذه المساحة. وطبعا الابيض هيظبط لنا الدنيا اكتر في الجزئية دي، لكن خلينا نقول كل دي الوان مبدئية. بدأت اجيب الاخضر الزرعي مع قليل من الاصفر، وابدأ كده انور مساحة الاشجار البعيدة دي اهو، ببدأ اظهر بقى تفاصيل الاشجار البعيدة اهي. شوف يدوبك كده شعر الفرشة بيلامس اللوحة بتاعتك، وبتأكد على ان الضوء جاي من جهة اليسار. ركز في الحتة دي كويس، الضوء هنا جاي من اين؟ جاي من اين؟ جاي من اليسار، من ناحية الاشجار الكبيرة المرتفعة دي اهو. حتى الشجرة نفسها بنأكد الضوء فيها جاي من على شمال الشجرة. تبدأ بهذا اللون ما بين الأخضر الزرعي والأصفر الكناري، والضوء أهو شوف بشاور لك جاي منين؟ من الشمال أهو. فببدأ أزود الأصفر الكناري كده، الأصفر الليموني ده بيبدأ يديك الضوء الشمس الواقع على الشجرة. هكذا يبقى الضوء في اللوحة كلها
من الشمال لليمين، وفي كل شجرة الضوء جاي فيها نفسها من الشمال لليمين هكذا. بهذا الشكل بنعطي الملامح للأشجار بطريقة سهلة جدا. فرشاة أنجلو 3/4 بوصة قديمة، شعر الفرشة مستوي. بنعطي الحشائش اللي موجودة على جانبي الطريق هكذا، نرسم الحشائش الموجودة على جانبي الطريق، نرسم حشائش في منتصف الطريق، والمساحة المتبقية في الطريق بتصبح دي مكان لسير الأقدام. بنعطي الملامح واحدة واحدة هكذا. شوف الفرشة رايحة تاخد لون ايه وتروح على اللوحة. عايز تنور وتفتح وتدي ضوء، تروح على الاصفر الكناري ده. شوف واخدة اصفر اهو، شوف الاصفر بيعمل ايه، بديك الشمس اللي واقع على اوراق الشجر هكذا. يبدو الامر سهلا وبسيطا وممتعا والله. تعالوا بقى ندي الملامح هنا في المساحة الخضراء دي اللي هي المساحة الكبيرة. بدأت اخد بعض اللون الاخضر الخفيف كده والزرع الخفيف، وهزود الاصفر هنا، وهنعمل حركة فنية وحركة احترافية قوي هنا. انا عايز اعمل امتداد للمساحة دي بين الشجرتين اللي على الشمال دول. ركز في المرحلة دي قوي، شوف ازاي بوزع ضوء الشمس هنا على الحشائش اهو. ركز كده ولا شغال لحد للان بنفس الفرشة، يعني ما غيرتش الفرشة. لاحظ بأكد على الضوء جاي من الشمال اليمين اهو، بعض الاضاءة هنا، بعض الاضاءة هنا، خدت لون بني كده مع اصفر. شوف الباليتة بخلي اطفال الالوان ازاي. شوف في هنا جزء جانب من العتمة، بعض العتمة او مناطق ظل اكتر في الشجرة. شوف بدأت اديها الظل بتاعها اهو هكذا. موضوع سهل جدا، لكن حضرتك تبقى فاهم، وحضرتك ايضا ايتها الفنانة كوني فاهمة ان الشجرة نفسها يمينها اليمين ظل والضوء من على الشمال اهو. شوف انا هنا في الظل اهو، ده لون غامق. شوف الفرشة رايحة فين، جابت اخضر مع بني وبتخلط اهو، نخلط مع بعض، بنخلط اللون الاخضر مع البني درجة لون غامقة كده، وزودت الاسود كمان عليهم. عايز اعمل ايه بقى من كده؟ ركز، شوف هروح فين بقى بالفرشة. عايز اوصل لدرجة غامقة قوي، زودت الاسود كده، وهنا بدأت افتح اللون خفيف بسنة اصفر، بدأت اجيب له اصفر. رايح فين يا عم؟ بحط الظلال في الاماكن العميقة اللي مش وصل لها ضوء خالص في الشجرة اهي. شوف شوف عشان اوصل للدرجة دي خلطت بني مع اخضر مع وبدأت مع اسود، بدأت افتح كله بالاصفر خفيف. ده انا كده ايه، حطيت الاماكن اللي هي الضوء مش وصل لها، علشان لما ابدأ ادخل بالضوء بقى تاني تحط تأثيرات، اي تأثيرات بالفرشة بلون فاتح تبدأ تظهر معاك بشكل رائع. ده بنسميه تجسيد او تجسيم للشجر. اهو حتى في الطريق اهو، شوف بدأت احط ظلال، بحط ظلال اهو، تخترق هذه الحشائش بظلال. تمام كده اهو، ركز، بنخلي كده الظلال تخترق الاضاءات اللي انت حطيتها كلها، وبالتالي الاضاءة تبدأ تظهر معاك تلقائي. كل دي مراحل لابد منها، وكان لابد ان انا اظهرها لحضراتكم في الفيديو للامانة دون اختصار، علشان تعرف، علشان توصل للوحة كويسة ورسمة حلوة انت بتمر بالمراحل دي كلها. هنا هنبدأ نجيب الالوان الفاتحة ونبدأ نفرش الضوء في الصورة كلها، في الرسمة كلها. ركز، ايه مصدر الضوء هنا؟ اللون الاصفر كناري مع الابيض، خلي بالك. ركز بقى، هعمل امتداد للمساحة دي. شايف المساحة دي؟ الاول بدي ضوء، اول ما نبدأ في توزيع الضوء في الاماكن دي كده تلاقي الصورة اختلفت بنسبة 360 درجة. شوف وبتعمل دمج بايدك اهو، ركز، شوف وضعية ايدك، وضعية الايد هنا تختلف،
حسب اتجاه العنصر اللي انت شغال فيه. اهو بفرش مساحة ضوء قوية جدا هنا خلف الاشجار، وبتبدأ تيجي بيها تدريجيا وانت بتقرب وانت بتقرب. ايه بقى الحركة الاحترافية اللي احنا هنعملها هنا؟ ان انا هاجي داخل، هدخل في وسط الاشجار دي واعمل امتداد للمساحة الصفراء او مساحة الحشائش اللي حضرتك شايفها اللي فيها الضوء دي. ركز ركز ركز، تأثيرات ضوء. انا بوزع ضوء، ضوء شمس من خلال الحشائش اللي موجودة في المساحة دي. بدأت ازود الابيض اهو زي ما حضراتكم شايفين، شوف الابيض يبدأ ينور لك او هناك عند الجبل هناك بعيد. ايوه هنا بقى، هنا هنا دي الحته الاحترافيه اللي انا قلت لك عليها بقى. شوف عملنا ايه، عملنا امتداد للمساحه اللي في خلف الاشجار. ازاي اخترقنا الاشجار بطريقه بسيطه جدا، اخترقنا الاشجار اهو وظهرنا جزء من المساحه اللي هي خلف الاشجار وبلون اسود شفاف، بمعنى ان انا بزود على اللون الاسود ميه وابدا ارسم الظل اسفل الاشجار هكذا. شوف بكل بساطه ابدا ارسم انعكاس الاشجار على المساحات الخضراء على الارض هكذا بكل بساطه. او شوف باللون البرتقالي او البني مضاف عليه الاصفر بيديك درجه لون اللي هي لون اليابس ارضيه علشان الطريق يبدا يظهر زي ما حضرتك شايف كده. وفرشة قلم بنبدأ نحط بعض الحشائش اللي موجودة على الطريق وعلى جانبي الطريق، بنبدأ نظهر الحشائش اللي هي جاية من على الشمال لليمين كده، بدي بعض الحشائش اهي بدأ يظهر الطريق بشكل سهل وبسيط، وبندي بعض الإضاءات على بعض الحشائش، طبعا حشائش موجودة في الطريق اهي، وده امتداد. بدأ يظهر قدامك المنظر، منظر طبيعي مفتوح ما شاء الله رائع يعني. الاصفر مع قليل من الابيض، وابدا احط اماكن الضوء القويه جدا في الصوره. شوف بالفرشه القلم الرفيعه دي كده، شوف ببدا احط تاثيرات ضوء كلها جايه من جهه اليسار اهو. لمسات دي بقى، اللمسات البسيطه دي هي اللي بتظهر لك المنظر بشكل رائع يعني. ركز كده شوف، لاحظ احيانا بحتاج ان انا اعمل دمج للون بايدي، مفيش مشكله خالص. شايف التاثيرات البسيطه دي باللون الابيض كده اللي على الفرشه، طبعا ده مش ابيض، ده ابيض مضاف عليه سنه اصفر اهو، تديك واقعيه اكتر في اللوحه يعني. شوف الامر سهل وبسيط، وعليكم انكم تجربوا يعني. شوف بوزع الضوء على الحشائش ازاي، نركز بقى هنا كده في المرحلة اللي جاية، مرحلة مهمة جدا دي. ده لون اسود مضاف عليه بني علشان ارسم السياج. شوف السياج ادي واحدة، شوف اهي بكل بساطة اتنين تلاتة. ممكن نعمل قطعة خشب طويلة وقطعة خشب صغيرة مفيش مشكلة يعني، واحدة مايلة كده والتانية مايلة عكسها، ده طبيعي في المنظر الطبيعي انك انت ما تخليش الحاجات كلها ايه على استقامه واحده يعني. دي قطع خشب على حافه الطريق، وبنبدا برضو بنفس الفرشه نظر الفروع والجذوع وجذع الشجره والفروع بتاعتها اهي. يكون معاك فرشه قلم رفيعه كده جميله، ده الفرشه دي على فكره مدببه مدوره يعني 3 مللي اهي هكذا. كل دي عناصر إضافية بتضيفها في اللوحة علشان تظهرها بشكل أجمل وأفضل. جذوع أشجار في الخلف هناك بيبان منها أجزاء بسيطة جدا أهي هكذا. الشجر فيه لسه مرحلة تانية هتظهره أكتر. ركز، بنوزع ظل هنا، بوزع ظل. شوف بقى الظل هنا، اللون اللي في الفرشة بزوده مية خفيفة وبفرش كده. شوف اسحب بايدي بقى كده يبدأ يديني ظل الشجرة منعكس على الطريق. لاحظ بقى الشجرة الكبيرة اللي احنا عملنا لها ظل هناك، الظل بتاعها فاتح شوية لانه بعيد،
كل ما بتقرب الظل بيبدأ يزداد لونه، بيغمق سنة اهو. طب هو في اشجار في المكان ده؟ اه، ليك انك تتخيل ان في اشجار موجودة على شمال اللوحة هنا، على على يسار الطريق، وبيبدأ ظلها يظهر بالشكل ده على الطريق. لكن بجيب الظل ازاي؟ دي قصة وحكاية يعني سهلة جدا. حضرتك بتشوفها لأول مرة فبتحس انها صعبة، لكن هي سهلة جدا. هو ايه اللي بيخلي اللون يظهر معايا ظل خفيف كده وجميل وشفاف كده؟ انك انت بعد بتحط الفرشة في اللون بتحطها في المية، او اللون ده بتشبعه مية وتعمل دمج بايدك كده. ادي الظل اهو، السياج لظل اهو، واحد اتنين، تحط انعكاسات للسياج كده هكذا، لاحظ اهو. لكن بعد ما بتشد كده الظل بتدوس عليه بايه؟ بصبع ايدك كده. طب السياج هنا محتاج ايه تاني علشان يظهر؟ السياج هنا محتاج الضوء اللي جاي على السياج على قطعة الخشب من جهة اليسار، ده ضروري ضروري ضروري، ما تفوتش عليكم دي، ركزوا كده. اصبح المنظر ما شاء الله رائع وبسيط جدا، يعني عناصره قليلة جدا وبسيط. ظل اهو، ظل على يسار الحشائش اللي موجودة في منتصف الطريق، حطت لها الظل بتاعها، بدأت تظهر مرتفعة الأعلى، ظل اهو في الأماكن دي، شوف كل ده ليه ظل اهو، وتدوس بصباعك كده وتشجعه وتشغله وتشجعه وارسمه، خدوا الشجاعة والثقة في نفسكم. شوف بالفرشة الرفيعة البسيطة دي بحط ظلال كده بسيطة ايه، وادمج كده، تديك اماكن مرتفعة ومنخفضة من الحشائش في الارضية او في الطريق اهو. هل السياج قلنا نسيبه كده؟ لا طبعا، قطع الخشب دي كلها لازم تاخد الضوء بتاعها من جهة ايه؟ من جهة اليسار اهو. شوف دي فرشة مسطحة 4 ملي، يبقى في كل عنصر بتجيب الفرشة المناسبة واتجاه ايدك ووضعية ايدك. شوف انا هنا غيرت اتجاه ايدي ازاي، ودي قطعة صغيرة جبت فرشة اصغر. كل ما بتروح هناك بتلاقي قطع الخشب بتصغر حجمها. ببدأ احط الضوء تاني على مرحلة على مرحلتين، بحيث ان في اماكن في قطعة الخشب ضوء قوي جدا واماكن ضعيفة. لاحظ هل المنظر الطبيعي بتاعنا كده انتهى؟ اقول لك اللوحة تقبل كتير، تقدر تحط فيها عناصر كتيرة جدا، عايز تحط بيت، عايز تحط انسان، حيوانات، اي عناصر اللوحة تقبل هذا منك، ولكن نكتفي بهذا القدر. اتمنى يا رب اكون قدمت لحضراتكم معلومة مهمة ومعلومة مفيدة اليوم. لو حضرتك وصلت معايا للمرحلة دي ما تنساش تضع لايك الان، شباب فتيات ضعوا لايك الان، رجال وسيدات كل المتابعين والمتابعات ضعوا لايك الان، بيفرق معانا كتير. اشوفكم في فيديو جديد، وما تنساش شاشة النهاية سيب لك فيها فيديو مهم. اشوفكم على خير، اخوكم محمد عبد الجورد، بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.